نروح لتساؤل وسؤال يشغل بال الكثيرين. احنا بقالنا شهور تقريبا داخلين في سنة، مصطلح الذكاء الاصطناعي بقى مطروح بشكل كبير جدا. السؤال بيقول ايه؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي ان يحل محل الروائيين؟ هل يمكن ان يفوز في مرة روبوت بجائزة البوكر العالمية؟ ودي طبعا جائزة واحدة من أشهر الجوائز الأدبية في العالم. السؤال ده أجاب عليه الكاتب إين ليزلي في مقال نشرته جائزة البوكر على موقعها الرسمي. في بداية المقال تخيل إين ليزلي مشهد لحفل إعلان الرواية الفائزة بجائزة البوكر العالمية في سنة 2040، لما بيفتح المتحدث في الحفل المظروف ويلاقي اسم الرواية الفائزة ويفاجأ بأن الآلة فازت بالجائزة. إين هنا بيقول أنه سيأتي وقت يتنافس فيه الروائيون البشر مع الذكاء الاصطناعي، بعدما يتعلم الأخير كتابة روايات مقنعة في غضون ثواني بدلا من بضع سنوات مثل البشر. في هذا السياق بيسعدني وجود الكاتب الصحفي والرئيس التحريري التنفيذي لجريدة اليوم السابع أستاذ وائل السمري للتعليق على هذه أو هذا المقال. صباح الخير عليك يا أستاذ وائل. صباح الخير يا استاذ رامي عليك وعلى كل المشاهدين الكرام، اهلا بيك. اهلا بيك. وحضرتك واحد من الناس اللي لها ثقل في الكتابه، تخيل كده معايا، هل فعلا ممكن في 2040 نلاقي جايزه في مصر هنا حتى موجوده والمتنافسين فيها روائي بشر وروائي روبوت؟ والله يعني ده سؤال كبير جدا، يعني ويكاد يكون السؤال الفخ دلوقتي الموجود في الوسط الثقافي والاجواء، يعني كل الاوساط الادبيه والثقافيه في العالم تطرح هذا السؤال، لان احنا شفنا هذا الذكاء الاصطناعي يصنع لوحا مشابهه لما يصنعه البشر، ويعني يكتب مقالات دلوقتي، احنا دلوقتي بنتكلم في اشهر قليله وعلى بداية هذه التجربة، وبنشوف ان هو بيقدر يعمل ده، بيكتب مقال او يكتب بحث او يعمل صورة بينتينج، يعني كما لو كانت معمولة باليد، فعنده قدرات كبيرة. ولأول مرة بنشوف صناع التكنولوجيا في العالم انفسهم متخوفين منه، بيقولوا لا استنى شوية، احنا لسه ماسك طلع وقال كانوا شويه نستوعب اللي حصل عشان نبدا نخطي خطوه جديده. التحدي كبير جدا والافق واعده جدا بالنسبه للذكاء الاصطناعي، لكن اسمح لي اقول لك برضو برغم كل هذه التحديات او برغم كل البوتنشال الموجود في هذه الامكانيه الجديده، اظن ان الروايه تحديدا الشعر هيظلوا برضو اليد الإنسان فيهم لها اليد العليا في الأمر. أستاذ وائل، أنا كنت عايزة أتكلم مع حضرتك في البداية، أنا أسفة على المقاطعة، رامي كان بيقول كتابة مقنعة، فحضرتك تطرقت لفكرة المشاعر، إنه الرواية دي عمل إبداعي، عمل إنساني، تجارب مشاعر، إيه بقى اللي بينقص الذكاء الاصطناعي في النقطة دي؟ هل ممكن فعلا يكون عنده الجانب ده، ولا هو عنده جوانب ناقصة مش هيقدر يوفي بيها الدور ده وينافس الإنسان؟ هو إحنا لو بصينا في أي عمل إبداعي هنلاقي ليه في جزئين كبار جدا جدا بيتحكموا فيه. الجزء الاول هو ذاكره المبدع نفسه، الذاكره دي بتبقى مليانه بالاحداث والتفاصيل والمرجعيات والتواريخ والمعلومات الكثيره اللي هو بيقدر يستفيد بيها بشكل يعني مبهم لحد دلوقتي، مش فاهمين الناس يعني العلماء مش فاهمين كيف يتم الابداع، يعني اليه الابداع بتظهر ازاي في دماغ الانسان لسه لحد دلوقتي مش فاهمينها، لذلك احنا بنشوف ناس مبدعين مستواهم ضعيف ومبدعين مستواهم قوي جدا. فالآلية دي هي اللي بتتحكم في جودة الإبداع. الجزء الثاني اللي بيعتمد عليه المبدع هو الخيال. يعني هو عنده ذاكرة وعنده خيال. العاملين دول لما بيتضافوا مع بعض بيطلعوا منتج إبداعي فريد. بس يعني له صياغه متفرده وله رؤيه متفرده. فلذلك كل هذا الشحن اللي بيحصل في عقل الانسان، العين الانسانيه اللي بتشوف وبتلمح وبتقدر ان هي يعني
تغوص في النفس الإنسانية أو تربط المتشابهات من الأحداث أو تربط المختلفات من الأحداث. كل دي إمكانيات وملكات بتتوفر للإنسان حد يعني، بس ربنا خلقه كده عشان يعمل هو ده بس، فبيقدر بعد كده يعمل لنا إبداع كبير أو إبداع مهول. أظن إن هو ممكن يهدد فعلا، بس هيهدد المبدعين اللي هم متوسط القيمة أو يعني ضعاف القيمة. يعني ممكن نستغني بالذكاء الصناعي إن هو يعمل لنا سردية تاريخية زي ما احنا بنشوف مثلا دلوقتي بعض الروائيين بياخدوا حادثة تاريخية ويسردوها بس من غير إبداع، من غير لحم ودم، من غير سخون. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع على رأي حضرتك وعلى مشاركتك معنا حول هذا الموضوع.